صباح الخير. رسالة اليوم هي عن العدالة الإلهية. اليوم اهدم كل وجهات نظرك وأحكامك وألمك وحزنك وجرحك من كل شخص آذاك أو حتى موقف. كن واثق بالعدالة اللي راح تتحقق لك بشكل راح يدهشك. عدا ذلك، كل الأشخاص والمواقف اللي اتمريت بيها اعتبرها قوة إلك. ممكن تدعي الله وتقول: اللهم عوضني بما يدهشني، اللهم قويني، اللهم انصرني، اللهم فرحني بنجاحي، وتذكر ادعوني استجب لكم. ايضا ممكن تعرف انه كل المواقف والاشخاص اللي ادوك كانت بينك وبينهم عهود ومواثيق، فهل لا تهدمون كل هذه العهود والمواثيق من مكان نشأتها وتكوينها؟ اجلس في تأمل الآن، غمض عيونك وتخيل. تخيل كل الأشخاص اللي آذوك بحياتك أمامك مهما كان عددهم، وتخيل أكو حبال بيناتكم، وردد: اللهم أطلب منك وأسألك تحرير كل العهود والمواثيق بيناتنا في كل الحيوات وفي هذه الحياة وعلى هذه الأرض، وإنهاء الدروس بيناتنا مع بقاء الدرس الإيجابي الذي يخدمني. اللهم عوضني بهاي الحياة يا الله، عوضني يا الله على هذه الحياة على هذه الأرض عوضا يجلب لي البركة والفرحة والوفرة ورفاهية بكامل السهولة واليسر. اللهم آمين آمين آمين. وتخيل كل هذه الحبال تقطع ويختفي كل الأشخاص، وشاهد نفسك تعيش الحياة اللي أنت ترغبها. كانت وياكم نور فرج، ويا ريت تعمل مشاركة لهذه الرسالة لأنه حقيقة راح تساهم في حياة الكثيرين. أحبكم كل شهوري.